موعد نشرة الاقتصادية من قناة الجزيرة الدولية، أهلا بكم. في المستهل، كشف رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك توفيق حكار في تصريحات حصرية خاصة بها قناة الجزيرة الدولية عن إطلاق مشاريع نموذجية بالشراكة مع إيني الإيطالية في إنتاج الوقود الأخضر لتدعيم خبرة المجموعة الجزائرية في إنتاج الهيدروجين. نحن نواكب كل التطورات الموجودة على المستوى العالمي، ونحن نسعى لأن نكون بجانب هذا ونسير هذا التطور. فيه بعض النشاط مع شركة إيني لعمل بعض المشاريع البايلوت، يعني حتى يكون فيه مواكبة ومعرفة كيف ننتج، ما هي الأسعار، أسعار الإنتاج وتكاليف الإنتاج، حتى يكون عندنا بيزنس موديل، يعني نموذج أعمال حتى يمكن إنتاجه وتسويقه للسوق الأوروبية إن شاء الله. حكار أكد أن المجموعة الجزائرية وفية لالتزاماتها في تزويد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر الأنبوب ميدغاز وبكميات المتفق عليها، نفيا وجود اضطرابات في إمداد شبه الجزيرة الإيبيرية بهذا المورد الطاقوي. الطلب والعرض يعني تتغير، نحن نلبي جميع الاحتياجات التعاقدية، يعني كل الكميات وكل الحجوم التعاقدية نحن نوفي بها والحمد لله. الإسبانية ما فيش حتى تغيير لحد اليوم، يعني السوق الإسبانية نمولها بكل بالحجوم والكميات التعاقدية والحمد لله، ما كان حتى تأثير إلى حد الساعة. ولدى تطرقه إلى مساحي سوناتراك للنشاط في ليبيا، اعتبر الرئيس المدير العام للمجموعة النفطية الجزائرية العودة للسوق الليبي في الوقت الراهن ضرورية لاستئناف نشاط إنتاج النفط بمستوى ما قبل الأزمة، إلى جانب مرافقة استثمارات ونشاط فروع المجمع في خدمة هذا البلد الشقيق على حد تعبيره. بداية، لدينا مشاريع في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا، وبالتالي وجبت علينا العودة إلى نشاطنا هناك، ونحن نعمل مع شركائنا الليبيين في هذا الخصوص. نحن نملك عديد الفروع الناشطة في مجال الخدمات في أشغال البناء والإنتاج والصيانة وغيرها، وبالتالي نحن نحاول إشراك فروعنا لمرافقتنا في نشاطاتنا في ليبيا في سبيل الوصول إلى الإنتاجية التي كان عليها البلد قبل الأزمة. رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك وصف المعطيات الأولية للتنقيب عن النفط في عرض البحر الجزائري بالمشجعة، لكنها تستدعي التدقيق ودراسات معمقة لاتخاذ القرار المناسب. في معطيات مشجعة، لكن تحتاج إلى عمل أكثر دقة وتحليل كل المعطيات حتى نتخذ القرارات في استمرار في هذا الإنجاز. أكد وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار أن مسودة قانون الاستثمار الجديد ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية، على أن تكون توصيات ندوة الإنعاش الصناعي المحلي أرضية في إثرائه قبل إحالته على الحكومة ومجلس الوزراء. يبقى الاستثمار ان شاء الله، احنا درنا وعد على اساس قلنا نهايه السنه، ولكن نشوف الملاحظات التي تخرج بها الورشه، لكانت اقتراحات قيمه راح ناخذها باعتبار ونقوم بعمليه تحيين هذا المشروع القانون، وثم يمر يمر على المجلس الحكومه وبعد مجلس الوزراء ثم البرلمان. كي نوصل على البرلمان نلحق مرحله هي النقاش، وان شاء الله ندخلوا في سنه 2022 بمنظومه قانونيه ذات استقرار. حان الوقت ان نمشي في نفس التاريخ، ولما لا تكلم عليها السيد رئيس الجمهوريه فتح راس المال لبعض المؤسسات باه تكون فعاليه، لانها تشوفوا فعاليه في الخاص فيما يخص الحوكمه، نفس الشيء ان شاء الله نمشي في القطاع. مؤسسه عموميه فتح، لان كان بعض المؤسسات تعرف متوسط لتعرف بعض العراقيل، بعض المؤسسات الصغيره لتعرف العراقيل، نحاول نفتح هذا المجال من اجل الوصول إلى نمو اقتصادي فعلي إن شاء الله، ونصل إلى تلك النسبة 10%، لما لا 15% إن شاء الله.
المسؤول الجزائري وفي تصريحات ندل بها على هامش فعاليات ندوة الإنعاش الصناعي المحلي أكد أن مشروع النص الجديد سيقضي على الأجهزة البيروقراطية المعرقلة للفعل الاستثماري مع إلغاء مجلس مساهمات الدولة. وحاولنا نحي تلك البيروقراطيه فيما يخص التراخيص او مجلس المساهمه، لان كانت بعض الاستثمارات لازم تمر على مجلس المساهمه، وشفنا في بعض الاحيان فيه تعطيل للمستثمرين، واجتماع تاع مجلس المساهمه كان يطول. نعطيك على سبيل المثال اكثر من 17 شهر تقريبا نقول تقريبا سنتين لم يجتمع، ولكن في الاول والاخير اجتمعنا وقمنا بدراسه بعض الملفات، وحنا نسعى بما نكونوش بيروقراطيين في القرار تاعنا، وانما تسهيلات نقدمها للمستثمرين. هذا وكشفت الحكومة الجزائرية عن استراتيجية جديدة في استحداث صناعة ميكانيكية بتبني مقاربة تشكيل نسيج صناعي في أنشطة المناولة الصناعية بترقية تصنيع قطع الغيار قبل الذهاب نحو إعادة فتح مصانع تركيب السيارات. إذا حان الوقت نحفز هذه الشركات اللي تستعمل في المناولة، نحفزها أي شركة كانت فيما يخص صناعة السيارات، معناها تكون هذه الحلقة موجودة، معناها تحضير الأرضية. أي مؤسسة عالمية أو دولة معينة تستثمر في هذا المجال تكون الأرضية مهيئة ويكون الاستثمار حقيقي فعلي. ما نقدرش نجيب أي مؤسسة في صناعة السيارات كون ما تكونش عندي مناولة في هذا الجانب. هذا وتعهد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون برفع جميع القيود المعرقلة للمشاريع الصناعية بنهاية السنة الجارية ضمن مساعي تجاوز ما أسماه مرحلة التصنيع المزيف. رئيس تبون وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات ندوة حول الإنعاش الصناعي المحلي كشف عن وجود نية مبيتة لعرقلة العجلة الاقتصادية بهدف خلق الفوضى على حد تعبيرها. تابع هذا التقرير لعبد النور حفصوي. بكثير من الحقائق المؤلمة والراهن المتعثر للصناعة المحلية، وجه الرئيس الجزائري الحاضرين في ندوة الإنعاش الصناعي حين أقر بوجود تجميد متعمد بخلفيات سياسوية لعرقلة دخول الصناعة المحلية عهدها الجديد. هل هو تجميد عمدي للسياسة الجديدة في التصنيع وخلق فرص عمل للجزائريات والجزائريين بخلفيات سياسوية دفاعا عن مصالح مشبوهة، وإلا كيف يعطل دخول مصنع ما في الإنتاج بسبب أو آخر وأسباب كلها تافهة؟ رئيس تبون لم يتوقف هنا، بل امتد لوصف مبررات عرقلة بعض المشاريع الصناعية بالجريمة في حق الاقتصاد بعد مرحلة ما أسماه التصنيع المزيف ونفخ العجلات والتركيب عوض التصنيع. ولما عادت البحبوحة المالية جاءت للأسف مرحلة التصنيع المزيف المتمثل فيه بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. في مقابل هذه الاعترافات، الرئيس الجزائري أكد أن الوضع الحالي للصناعة المحلية يستدعي تحركا عاجلا لتصويبه بالقضاء على ما أسماه مخلفات الفساد وهدر المال العام. إن الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليس قدرا محتوم، بل هو وضع، وإن استعصى التحكم في بعض جوانبه فإن بعضها الآخر يمكن تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب انتكاساته. الرئيس تبون بشر الجزائريين بدخول الصناعة المحلية عهدا جديدا بنهاية الشهر الجاري بالإفراج عن حزمة من المشاريع الصناعية ورفع القيود عن مئات الملفات تخص مصانع جاهزة بقيت دون تشغيل لأسباب بيروقراطية. الرئيس الجزائري أعلن رفع القيود عن 582 ملفا استثماريا بنهاية الشهر الماضي، على أن يرفع التجميد عن 356 مشروعا آخر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وبناء على تعليمات أصدرتها تخص معالجة مجموعة كبيرة من المشاريع المتوقفة وعددها 402 مشروع، تم رفع القيود على 57 منها في ظرف قصير جدا، تجعلنا نتساءل عن السبب الحقيقي من وراء هذا التوقف. رئيس تبون أعلن عن استحداث هيئة وطنية للعقار الصناعي السنة المقبلة، ما من شأنه تجريد القائمين على الجماعات المحلية من صلاحيات تسيير هذا الملف. توفير العقار الصناعي للمستثمرين في أجال قصيرة من خلال وكالة متخصصة لهذا الموضوع لا علاقة لها بالإدارة. أنا قررت ابتداء من سنة 2022 إن شاء الله تكون جاهزة وفعالة في الميدان، نخلق الهيئة خاصة، أجنس، وكالة وطنية للعقار الصناعي. العقار الصناعي ما يولي يتكلف لي به لا المير لا الوالي لا شرف الدائرة ولا غيرهم. وكالة وطنية للعقار الصناعي، نشوفوا الإجراءات من بعد تشري كاع العقار اللي موجود حاليا، تبقى مناطق النشاط هي في متناول رئيس البلدية والوالي، أما المناطق الصناعية تبقى من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة، هذه وكالة وطنية. عبد المجيد تبون التزم بحماية المبادرين بتحرير الرخص الاستثمارية من المتابعة القضائية شريطة عدم ثبوت جرائم الفساد والرشوة، داعيا البنوك لرفع تمويلاتها الموجهة للاستثمار. مستقبلا من تابعش إنسان لسهل الأمور لانطلاق مصنع ولا بشرط أنه تصريح لإعطاه قانوني، حتى إلى فيه جانب يعني ما يطبقش 100% قانونا، نشوف نبحث هل استفاد، هل كانت فيها رشوة واستفاد شخصيا أو عائلته وأولاده ولا المحيط نتاعو، ثم نتابع. لا ما استفادش تعتبر زلة كذا غلطة إدارية ويحاسب على هذا الأساس. إذن ما بقاش اليوم فيه مبرر أن اللي يشتغل في البنك واللي يشتغل في شباك من شبابيك تاع الدولة ولا قال دوك نشوف وما نعرف وما قدرش نمضي، وراهم اللي يمضي راهم يدوه الحراش، يمشوا الحراش اللي سرقوا، اللي ما سرقش ما كانش قال لي يمسوا، ورانا هنا باش نحمل الإطارات. رئيس تبون كشف عن عزم الجزائر لرفع مساهمة الصناعة من 5% من الناتج الخام المحلي إلى 15% على المدى المنظور. لازم نرفع نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الخام الوطني إلى أقل شيء 15%، بين 10 و 15%. ممكن نوصل ل 10% بمجهودات يعني معقولة، وإذا كان بغينا نديروا الثورة الصناعية نتاعنا لازم نوصل ل 15% من قيمة الدخل القومي الوطني. ولدى تطرقه لملف المراجعة المرتقبة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أعرب الرئيس الجزائري عن أمله في إتمام العملية في إطار التفاهم الكامل. تكلموا على التصدير ودخول السوق الأوروبية والسوق السوق الأوروبية، كم شفتوا احنا ما نيش باغي نخلق مشاكل، احنا ماذا بينا المفاهمة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي ضروري، علاقتنا نحافظ عليها ولكن نقوي إنتاجنا، لأن لما نرفع الحواجز الجمركية على بعض المواد نتاعهم، ومن حقنا أنهم نطالبهم باش يرفعوا كذلك هما الحواجز الجمركية على بعض المواد نتاعنا، أنا واش نصدر لهم؟ واش نصدر؟ إذن لازم إنتاج وطني قوي اللي يسمح لنا بالتصدير. في شأن متصل، تعتزم الجزائر تبني خيار الشراكة العمومية الخاصة كسبيل استراتيجي في إطار توطين صفقات الطلب العمومي محليا، ما
نصحا شرحة كبريات وشركات الاقتصادية المملوكة للدولة في تجسيده بمنح عقود المناولة الخدماتية والصناعية لمؤسسات محلية. روبورتاج في السياق لوليد مذكور. توسيع مشاركة الشركات الخاصة المحلية في صفقات الطلب العمومي عبر بوابة المناولة الخدماتية والصناعية عهد جديد تشهده الجزائر في مسعى لتقليص اللجوء للأجانب في التسيير والإشراف على قطاعات اقتصادية هامة في مقدمتها المحروقات. تبعا للتوجيهات يعني رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدعم الشركات الخاصة في قطاع المحروقات، حتى شركة سوناطراك اللي هي كذلك نظن باللي فتحت باب للشركات الخاصة انها تدخل مناطق يعني على مناطق حيوية كانت حكر مثلا على الشركات الأجنبية. ان شاء الله في القريب العاجل يعني تكون عندنا أبواب مفتوحة أننا ندخل لبعض القطاعات الاقتصادية في مجال المحروقات. ولحد الآن يعني راني نشوف يعني تحسن كبير يعني في الرؤية بالنسبة لسوناطراك اللي راهي نشوف الدعم إن شاء الله بقوة الشركة هذو باش يعني يواصلوا ويدخلوا هذا المجال. الشراكة العمومية والخاصة محور استراتيجي أدرجته كبريات المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ضمن أولوياتها المستقبلية. تعتزم العديد من المؤسسات العمومية إبرام صفقات بين القطاعين العام والخاص في الجزائر. شيء يفرح، هذا شيء يفرح، حاجة مليحة للبلاد. ناس ولاد الجزائر يخدموا، ماذا بينا يدعمونا باش ننجحوا في هذه الأمور هذه، وهذا ضمان اللي فاست يعني نقعدوا نقدروا نخدموا فيها مئات السنين ما نوصلوش. ديما كاين جديد فيه، ديما كاين تطور جديد فيه. راح يكون شراكات مع سوناطراك، مع سونالغاز، مع سيمنز، ابي بي، كاين بزاف شركات اللي لازم يكونوا شراكات معهم. على ضوء شروع الحكومة في التحضير للقانون الخاص المؤطر للعملية والتي من شأنها توطين المئات من الصفقات التي تكلف الخزينة الجزائرية أموالا طائلة بالعملة الصعبة سنويا. في شأن اقتصادي آخر، أجمع المشاركون في الطبعة السادسة للأمن والتحول التقوي المنظم بالجزائر على ضرورة أحداث ثورة تشريعية محفزة في سياق مساعي تحقيق الانتقال التقوي. المشاركون في التظاهرة أوصوا بتبني مقاربة تدريجية في الذهاب نحو التحول الطاقوي بانتهاج استراتيجية المزيج والمصادر المتعددة في ضمان الأمن الطاقوي. التغطية لنريمان حماني. لا انتقال طاقوي بالجزائر دون الذهاب نحو ثورة تشريعية محفزة تضع مزايا جبائية وضاربية في استهلاك الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. التحدي هو لازم نسرع، يعني بكل صراحة نظن باللي حتى 15,000 ميجاوات غير كافي، لازم نزيد أكثر، ولو ما ننساش بالصح باللي لازم استثمارات ثانية كذلك. انتقال طاقوي يوصي الخبراء في المجال بحتمية الذهاب إليه بتبني مزيج طاقوي يترافق معه توسيع استعمال المصادر البديلة مع استغلال جميع مؤهلات البلاد في ميدان المصادر الأحفورية. لكي يعني نغيروا سياسات نتاعنا تكون سياسة يعني طاقوية اللي تمشي بزوج رجلين على الطاقات المتجددة والمحروقات أيضا. نقلة طاقوية ينشد عبرها المختصون أن تتخذ الطابع التدريجي في تجسيدها عبر تنفيذ مشاريع نموذجية قبل الذهاب نحو المنشآت العملاقة لتجنب الأخطاء وسوء التقدير. من ناحية الموارد المتاحة، الجزائر تسخر بالطاقة الشمسية، بطاقة الرياح، بطاقات سي في الجيوثيرمي وأنواع أخرى من الطاقات، وبالتالي من خلال بلورة التصور متعدد الأطراف الذي يسمح للجميع المشاركة واستباق بعض الأخطار. وتعتزم الجزائر إنتاج 15,000 ميجاوات انطلاقا من مصادرة متجددة في آفاق 2030 بالتزامن مع إطلاق خطة جديدة للانتقال الطاقوي
صادق عليها مجلس الوزراء الجزائري مؤخراً. ستضطر شركة تويوتا موتورز اليابانية إلى إعلان خطة تقضي بحصر مبيعاتها من السيارات الكهربائية في أوروبا فق 2035. عملاق صناعة السيارات الياباني وخلال ندوة عقدها ببروكسل أكد أنه سيحقق الحياد الكربوني في سياراته الجديدة في السوق الأوروبية تدريجياً ببلوغ نصف الهدف في غرب أوروبا في 2030. أعلنت تويوتا استثمار نحو 13 مليار دولار في قطاع السيارات الكهربائية. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى الختام، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.